مرحبا بكم في هذا الشرح حول متحكم الـ USB8285. في هذا الشرح قمنا بربط مجص الحرارة والرطوبة المسمى بـ THT22 بمتحكم، وأيضا ربط المتحكم بالرولاي، وقمنا ببرمجة هذا المتحكم. فعندما تتجاوز درجة الحرارة 26 يقوم بإشعال الرولاي، والرولاي يقوم بإشعال هذه المروحة الصغيرة التي تشتغل على 12 فولت. فهذا المجس يتم ربطه للمتحكم عن طريق 3 أسلاك: سلك للتغذية، وسلك السينيال، والجراوند. أما الرولاي فهو يحتوي أيضا على 3 أسلاك: سلك للتغذية، والجراوند، وسلك للإشعال. الآن ما علينا سوى تجربة هذا الشرح عن طريق تقريب كاوية لحام لهذا المستشعر. سأقوم فقط بتسخين المجس في هذه الوضعية، فهي أسرع كما تلاحظون، فالرولاي يشتغل. مرة أخرى فالقيمة التي اخترتها هي 26 درجة كقيمة عليا، والقيمة الدنيا فهي 24 درجة. يعني عندما تكون الحرارة أقل من 24 فإن الرولاي ينطفئ، وعندما تكون الحرارة أكثر من 26 فالرولاي فهو يشتغل. كما تلاحظون، فهذا هو الشرح العملي الخاص ببرمجة مستشعر الحرارة والرطوبة THT22 مع رولاي، وشكرا. مرحبا بكم في هذا الجانب التطبيقي من شرح مجس الحرارة والرطوبة THT22. في هذا الجانب سنتعرف إلى الكود. أول شيء تقومون به هو التأكد أنكم على البوردة الصحيحة، فالبوردة الصحيحة هي جينيريك USB8285، ومن ثم تذهبون إلى المانج لايبراري بهذه الطريقة، وتبحثون عن مجس THT22 سنسور H. هذا من أدا فروت، تقومون بتنصيب هذا الموديول، ومن ثم سنتصفح هذا الكود الصغير. تقومون بانكلود THT.h وتعريف نوع المجس، فهو من نوع THT22، لأن هنالك أكثر من نسخة في هذا المجس. هنا البين الذي سنربط معه الرولاي فهو 4، وبين القراءة فهو 5 على بوردة الـ USB8285 كما قلنا. نعرف هنا متغيرين، فالأول للحرارة والثاني للرطوبة، ومن هنا نقوم بـ Initiate للأوبجكت. داخل السيتاب نعرف هذا بين الرولاي على انه اوتبوت، وبين THT على انه انبوت، ومن ثم كتابة هاي للرولاي. فنريد رولاي منطفئ في الحالة البدئية،
من ثم تعريف سرعة السريال والمرور إلى اللوب بعد القيام بالـ THT Begin. هنا نقوم فقط بقراءة القيم داخل اللوب، قيم قيمة الحرارة والرطوبة، ونطبع القيمة على شاشة السريال. من ثم نقارن، إذا كانت الحرارة أكثر من 25 درجة نقوم بطبع رولاي أون، ومن ثم كتابة لو للرولاي، أي أننا نضع الرولاي في وضع الأون، وفي العكس نقوم بإطفاء الرولاي والانتظار 3 ثواني. الآن سنقوم بالكومبايل ورفع هذا الكود على متحكم ESP8285 وننتظر بعد شيء. أوكي، تم الآن رفع الملف على المتحكم. الآن سندخل على السيريال مونيتور ونتأكد أن السرعة هي 1.1500. كما تلاحظون فالرولاي فهو في حالة أوف، والحرارة فهي 17.5. هذه هي حرارة الغرفة. سأستخدم الكاوية للرفع من حرارة هذا المجلس. كما تلاحظون فعند تجاوز الحرارة ل25 درجة فالرولاي أصبح في وضع الأون كما سمعتم طرطقت الرولاي. وعندما ستنخفض هذه الحرارة فإن الرولاي سيمر مباشرة إلى وضع الأوف. الحرارة في انخفاض، فعندما تصبح أقل من 25 درجة يمر الرولاي مباشرة إلى وضع الأوف كما تلاحظون مرة أخرى الأون. والأوف. في المثال التالي سنقوم فقط بتغيير هذا الكود قليلا بإضافة إعداد الواي فاي وإرسال هذه القيم إلى خادم باستخدام الـ HTTP أو الـ MQTT، أي أننا لازلنا نشعل الرولاي، فقط نتشارك هذه المعلومات ونرسل هنا نرسل هنا notification to server. فهذه النوتيفيكيشن دالة على حالة الرولاي في لحظة معينة. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص ببرمجة مجلس الحرارة والرطوبة HT22 على متحكم الـ ESP8285، وشكرا.